ومرحبا بكم على فيديو جديده. اليوم غادي نقترح عليكم هاد لاباك اللي كتجي على هاد الشكل. البنات كتجي اون باك لي غزاله وزوينه، شي حاجه اللي رائعه وانيقه. كيف كتشوفوا معايا كيجيو فيه هنا لي موتيف ديال الفيرزاتشي مع هاد الحجيرات هنا بيان سيغتي. كتجي على هاد الشكل عاد ديال العين وانيقه. فوالا الشكل ديالها مزيان كيف كيجي. لاباك ديالنا من اللور كتجي على هاد الشكل، طابع ديال الديوانه كيجي هنا. وكيف كتشوفوا معايا لاباك من الداخل كتجي على هاد الشكل، شي حاجه اللي انيقه وزوينه واللبسه ديالها راقيه وزوينه. كيف كتشوفوا معايا كتجي لاباك ديالنا بحال هكا ملبوسه غزاله انيقه وعاطيه العين. ديزاين ديالها زوين وخفيف اللي تقدري تلبسيها شاك جوغ. كنتمنى ان لاباك اللي اقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كاينين كاملين في لاباك دانفورماسيون. صحه وراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعند. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.